وللمزيد حول الازدحام في بغداد وعن أسبابه وتداعياته ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. مرحبا بك معنا. أهلا بك، حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام. حياكم الله. أستاذ عبد الله، بحسب مجلة إيكونومست البريطانية قالت إن بغداد تعد أسوأ عواصم الشرق الأوسط على صعيد الازدحامات المرورية، إلى ماذا ترجعون هذه الظاهرة التي باتت تشكل يعني مشكلة يومية للمواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن التغيير ربما صعب إلى درجة كبيرة. أما الأسباب فهي استيراد السيارات دون تخطيط مسبق من الحكومة العراقية ومن الوزارات المعنية كوزارة النقل ووزارة التخطيط. الاستيراد عشوائي حسب النوعيات، الكمية أيضا عشوائية، كمية المركبات الداخلة للعراق خصوصا العشر سنوات الماضية، رداءة الطرق خصوصا الطرق التي هي تشكل عصب الحياة أو عصب التحرك والتنقل في العاصمة بغداد، كالطرق الخارجية التي تربط مدن الجنوب ببغداد ومدن الشمال ببغداد ومداخل بغداد الأربعة، مدخل منطقة الشعب ومدخل التاجي ومدخل أبو غريب ومدخل اليوسفية. هذه أربع مداخل تعاني من زحام مروري ربما ساعات تنتظر بعض المركبات والشاحنات الكبيرة، تنتظر ساعات وأيام وأحيانا أسابيع حتى تدخل عاصمة بغداد لكثرتها أولا، ولوعورة الطرق ولرداءة الطرق الغير معبدة ثانيا. أما داخل عاصمة بغداد فتعاني بغداد من نقص في المجسرات والجسور والأنفاق والتقاطعات. طبعا يعاني الكثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم، وبالعكس حيث نعم. تزدحم يوميا شوارع بغداد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر صباحا، ثم تخف ساعتين أو أقل بعد الساعة الواحدة، تبدأ عودة الموظفين إلى منازلهم وتبدأ معاناة أخرى للموظف. نعم. ما يفسر هذه المعاناة أستاذ عبد الله هو ما قالته الصحيفة، أنه كان هناك تقديرات بأنه 2,700,000 سيارة تسير يوميا في شوارع بغداد التي أنشئت بالأساس لاستيعاب 200,000 سيارة فقط، ونحن نتحدث عن 3 ملايين سيارة تسير في شوارعها، فبالتأكيد ستكون هناك معاناة في الذهاب والإياب للموظفين ولكل الناس. بالضبط، يعني زادت كمية السيارات الداخلة لبغداد والمتحركة يوميا داخل عاصمة بغداد زادت 10 أضعاف، لكن مقارنة مع ازدياد عدد المركبات الداخلة للبلاد والتي جلها تتحرك يوميا من وإلى داخل وخارج العاصمة، لم تنشئ الحكومة طريقا استراتيجيا واحدا بعد الاحتلال أو بعد الثمانيات لنقل. كل الطرق مهترئة، كل الطرق قديمة، قد تكون بعض الطرق تم تعبيدها أو ترقيعها مؤخرا، لكن هذا لا يرتبط بكثافة السيارات المركبات في العاصمة بغداد، ولا يرتبط بفك الخناق المروري الذي تعاني منه العاصمة بغداد على مرور هذه العشرون سنة التي مضت. طبعا أنا أسكن داخل مدينة بغداد، أعاني يوميا، أعاني من شدة الازدحامات، أخرج مبكرا الساعة السادسة أو السادسة ونصف صباحا حتى أصل لمكان عملي الساعة الثامنة صباحا، إن لم أخرج الساعة السادسة أو السادسة والنصف قد لا أصل إلى مكان عملي الساعة العاشرة. طيب. والذي يبعد أستاذ عبد الله من ناحية أخرى، إلى أي مدى ترى أن السياسات العشوائية للحكومة في استيراد السيارات لعبت دورا أيضا مهما في هذه الأزمة؟ بلا شك السببين رئيسيين، أولا رداءة الطرق وعدم فتح طرق وعدم إنشاء طرق استراتيجية لتخفيف طرق وجسور
وانفاق استراتيجيه داخل وخارج العاصمه بغداد، وثانيا السياسه العشوائيه لاستيراد المركبات اذا ما قارناها بعدم استحداث طريق واحد استراتيجي داخل او خارج العاصمه بغداد. هذه سببين رئيسيين في زياده الزحام المروري في العاصمه بغداد وفي جميع المحافظات، لكن بغداد تعاني وضعا مأساويا كارثيا قد يعني ربما مستقبلا او بالايام القادمه ممكن الحكومه ان لم تقف او لم توقف استيراد المركبات سيحدث هناك انفجار، لان ليس للحكومه حل الا باستحداث طرق وانفاق وجسور وتوقف عن استيراد المركبات. طيب لماذا لا تقوم الحكومه بدورها في انشاء طرق جديده وخاصه طرق دائريه او اصلاح الطرق المهترئه الموجوده لتسهيل الحاده المروريه؟ طبعا لربما يعني احس السوداني مؤخرا بالتقصير المتعمد والاهمال الذي اصاب البنيه التحتيه وخاصه الطرق والجسور والانفاق. قبل اسبوع من الان اعلن الكاظمي حزمه اصلاحات تتعلق ببناء وانشاء عده طرق وجسور وافاق تشمل العاصمه بغداد وضواحيها، وربما هذا المشروع قد يكون شانه شان المشاريع الاخرى التي بادر بها رؤساء الوزراء على كثرتهم ولم تنفذ اي مشروع ولم ينفذ اي مشروع من هذه المشاريع وكانت حمرا على ورق. نتامل من الحكومه لكننا لا نؤمن ولو مقدار عشر ان الحكومه جاده في اصلاح البنى التحتيه وخاصه الطرق والجسور واستحداث طرق وجسور انفاق. نعم. اشكرك جزيلا من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، كنت معنا، شكرا لك.